قطر كمان عاملة مفاجأة من العيار الثقيل، قررت تضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، وقبلهم الإمارات 2 مليار، وقبلهم كمان السعودية حطوا 5 مليار دولار في وديعة في البنك المركزي المصري. إيه اللي حصل يا عم حسام؟ إنه مصطفى مدبولي رئيس الحكومة التقى بالشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، تناول الاجتماع بحث العلاقات، طبعا الكلام البروتوكولي، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، الكلام اللي حضراتكم دايما بتسمعوه في اللقاءات البروتوكولية، وأنه اتفق الجانبين في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي قدره 5 مليار دولار في الفترة المقبلة. وهنا بس لازم أقول حاجة على الهامش كده، قطر شقيقة مصر، واستثمار ب5 مليار دولار ده مبلغ مش شوية خالص، ده كلام كبار. طيب ايه رأيكم يا مصريين مع الأزمة الحلوة دي؟ تطلعوا صحفيين الجزيرة بقى ونبطل نشتم في قناة الجزيرة والصحافة، وصحفيين الجزيرة يرجعوا يروحوا ويعيشوا في مصر بشكل طبيعي. طبعا قبل الحلقة بنص ساعة هناك تداول لبعض الأنباء على أنه جزء من الاتفاق اللي تم بين المصريين والقطريين أنه شبكة الجزيرة ستعود تعمل من القاهرة مرة أخرى بطاقمها بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة، وأنه سيكون في هناك عدد من المذيعين والمراسلين والصحفيين والفرق الصحفية المختلفة تعمل وتنطلق من القاهرة. يبقى كفاية عداوة بقى، مش منطقي يعني يفضل في خلافات بين الإخوات بالشكل ده. أقول لكم حاجة حلوة تانية، مصر غالبا هتحتاج كمان تستعين بتركيا لإنعاش قطاع السياحة المتنيل بسبب الحرب الروسية، لأنه جزء كبير من العملة الصعبة بتاعتنا بتيجي من الروس، لأن الروس هم أكبر السياح زيارة إلى مصر. وإن مصر كشفت، مهم اللي هنسمعه، عن خطة طموحة تتضمن اشراك تركيا من أجل إنقاذ قطاع السياحة المتعثر عندها واللي وصل إلى الحضيض، وزي ما حضراتكم قارين لموقع ميدل إيست آي، بسبب الحرب في أوكرانيا. تركيا هتساعد مصر إزاي؟ ده السؤال. إيه اللي هيعملوه الأتراك علشان يساعدوا مصر؟ الاستراتيجية الرئيسية للسلطة في مصر المسؤولة عن قطاع السياحة تتمثل في إعادة السياح الروس لمصر، وبيقولوا إنه ده ممكن يحصل عن طريق مساعدة دولة تانية، وبيعتقد المصريين إن الدولة التانية دي تركيا. أيضا قطاع السياحة فيها تأثر بسبب الحرب، لكن مش مقارنة بمصر، وإنه الخيار في التنسيق بين مصر وتركيا لصالح جذب السائح الروسي هو أفضل خيار. طيب هتقول لي اشرح يا عم حسام أكتر عشان نفهم، أقول لك إيه اللي هيحصل. يمكن إنه يكون هناك تواصل ينتج عنه تحالف بين مصر وتركيا وتحديدا الخطوط الجوية الوطنية للبلدين من أجل تقديم باقة سياحية مشتركة مع بلدان أخرى في المنطقة، وعشان كده بيتمنوا المصريين إن هم يتمكنوا من إعادة السياح الروس لمصر مرة تانية عن طريق تركيا. السائح التركي أو السائح الروسي يجي تركيا يومين ثلاثة ثم ينتقل إلى مصر يومين ثلاثة عب تخفيض أسعار فنادق، تخفيض أسعار تذاكر السفر اللي هتكون ترانزيت 3 أيام مصر 3 أيام إيه تركيا، والنتيجة هتكون في الآخر إيه؟ إنه مصر مستفيدة وتركيا مستفيدة والمصلحة بتعم، وحركة السياحة هترجع، والعملة الصعبة اللي بطلت تيجي ما بتجيش إلا من قناة السويس والترعة الجديدة هترجع تاني تدور العجلة، ويرجع الوضع في مصر إلى
شكل من أشكال الاستقرار في السياحة بعد التنسيق والتعاون ده. طبعا ده هيتم ازاي شكله ايه لسه ما نعرفش، لكن نجاحه في انه يكون في تنسيق مصري تركي في قطاع السياحة، وده في مصلحة للاتنين، هما الاتنين هيستفيدوا، بس مصر من وجهة نظري اكثر استفادة لما يحصل هذا التنسيق مع الاتراك، ونتمنى انه يحصل لانه المصلحة العامة تحتاج الى ذلك.